هو صباحنا يتجدد ويحلو ويرسم بدايتي بروعة لقياكم مشاهدينا الكرام، يا لهم صباح جميل وبهي ودافئ رغم برودة الأجواء، إلا أن لقاءكم يبعث دائما في قلوبنا الدفء والراحة والسعادة. أسعد الله بالخير صباحكم أينما كنتم، وأسعد الله صباح كل من يعشق ويتابع برنامج صباح اليمن اليوم. وصباح الخير يا سمر. صباح الخير يا صبري. بداية أسبوع جديد ونشاط جديد وضيوف خير وضيوف أيضا جدد وفقرات متجددة ومواضيع جديدة أكيد كثير. أيضا التحية لك ولجميع زملائي في الكنترول، بنقول لهم صباح الخير بداية من المخرج عمرو السقائي إلى جميع طاقم العمل خلال هذه الفترة الصباحية. صباح الخير عليكم مشاهدينا، وروعة الصباح بتتكرر كل صباح بيجمعنا بكم، فلا يحلو صباحنا إلا بكم ومعكم، خليكم معنا فصباحنا بكم أجمل. مشاهدينا، أصيبت بالسرطان بسبب جلسة عناية بالأظافر، والطائرة أقلعت وتركت ركاب على الأرض، واقعة غريبة في الهند. وفي الفن أيضا، نجل شقيق عبد الحليم حافظ يهدي بعض مقتنياته لمتحف رموز الفن المصري، وهشام عباس وأكرم حسني وحميد الشاعري في زيارة للفنان محمد منير، وأيضا في حفلة لشيرين تقريبا أول حفلة لشيرين بعد أزمتها الصحية. وفي الطب أيضا، الطريقة المثلى للحفاظ على الوزن بعد الصيام المتقطع، ولدينا أيضا فقرة عن فن التصاميم الهندسية في تشطيب المنازل. من الفقرات المهمة مشاهدينا، والما ينفعش نبدأ صباحنا غير لما نعرف حالة الطقس والأجواء الخلابة في يمن الحبيب اللي بيضم فصول متنوعة ومناخات مختلفة، مع خبير الأرصاد الجوية باشمهندس رشيد العريقي من صنعاء. صباح الخير والسعادة يا باشمهندس. باشمهندس رشيد، شكرا أنت وزميل صبري وشكرا البرنامج وجميع مشاهدينا الكرام. باشمهندس رشيد، لا شك نعم. لا شك في أمطار طبعا نعم. هطلت على بعض محافظات بلادنا الحبيبة، أيضا انخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى حد البرودة الشديدة أثر أيضا على المحافظات بالذات الجبلية. كم سجلت محطات الرصد الجوي لديكم اليوم حول درجة الحرارة؟ الكلمة لك. صحيح اخي صبري، وكما اشرنا اليه في حلقه يوم الخميس، وتم التوقع لهم فقد ان الله سبحانه وتعالى على سبع محافظات بلادنا في امطار متفاوته الشده، اغلبها كانت خفيفه في الثلاث ايام الماضيه، وذلك في افلح الشام والمحابشه محافظه تلاحق، وعلى امانه العاصمه وضواحيها، وعلى دوران انس ورصابه محافظه دمعات، وعلى راندح محافظه صعده، وعلى بعض مناطق غرب النحويت وبرقوم وفوه محافظه حضرموت. وصباح يومنا هذا أقل أمطار خفيفة على الغيظة، جعل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وبركة. طبعا الغيظة محافظة المارة، وظل الطقس بارد إلى بارد نسبيا على المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب والصحاري الداخلية، وقد سجلت أقل درجة حرارة قدر يومنا هذا الأحد في دمار 4 درجات، وفي عمران 5.4، وفي صنعاء 6.4، وفي المحويت 10.7، وفي اب 11.5، وفي حتى 12.2، وفي سيئون 13 درجة مئوية، وفي عتب 15.4، وفي تعز 16 درجة مئوية. واود هنا في صدري مشاهدينا الاكارم ان اشير بان موجة برد قد تكون شديدة سوف تؤثر على بلادنا خلال هذا الاسبوع او في نهاية هذا الاسبوع بتاع من يوم الخميس، فلا بد من الاستعداد لها وضرورة تأخذ الاحتياطات اللازمة. أكرر مرة أخرى على اللي يقول خاصة المزارعين وكبار السن والأطفال ومن يتأثرون بالبرد، سوف يكون هنا موجة برد قد تكون شديدة نهاية هذا الأسبوع. طيب يا باشمهندس رشيد، إيش التحذيرات اللي نحذر بها المشاهدين في هذه الأجواء؟ نعم، يتوقع في سمر المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الطقس البارد أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات البيضاء ودمار وصنعاء وعمران وصعدة، وبارد نسبيا على مرتفعات إب والضالع ولحق وأذن وشبوة وهضبة حضرموت وريح نشيطة على جنوب الساحل الغربي من خلال باب المندب
واقصى سرعه لها قد تصل الى 26 او 54 كم في الساعه. لذا ينبه المركز الوطني للارصاد الجويه في المناطق البارده او المسافرين اليها بضروره اخذ الاحتياطات اللازمه من الطقس البارد، وكذلك الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الامواج التي قد تصل الى 4 امتار. هذه اهم التنبيهات التي صدرها المركز الوطني للارصاد الجويه صباح يومنا هذا. باشمهندس دمتم بخير انت واسره البرنامج والاخ صبري وكذلك مشاهدينا الاكارم، وعلينا كما اسلفت ضروره تاخذ الاحتياطات اللازمه من الموجه القادمه والتي سوف تبدا من يوم الخميس. وكرر مره اخرى شكرا لك. شكرا لكم على تواصلكم الدائم معنا. شكرا لك باشمهندس رشيد العريقي خبير الارصاد الجويه، كنت معنا من صنعاء، شكرا لك. يعد التطور التكنولوجي أفق جديد في عالم الثورة المعلوماتية. هذا التطور صعد طبعا في توسع مدارك كثير من الأطفال والشباب، وبدأ يأخذهم إلى عالم آخر من خلال الخيال الذي يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، يفصلهم تماما عن الواقع الذي يعيشونه، بخلاف علاقة الأطفال بالتكنولوجيا التي بادت تشكل خطر على علاقاتهم بالآخرين وتواصلهم في حدود الأسرة. وطبعا كما يقال التكنولوجيا والإنترنت سلاح ذو حدين، فالأغلب يقع فخ هذه الأسلحة، وطبعا بيكونوا الصغار كون المحتوى اللي بيتعرضون له بيكون غير مناسب للفئة العمرية اللي هم فيها، فيدخلون في متاهات كثيرة بيصعب عليهم الخروج منها بسهولة لتعلقهم في هذا الوقت بأي شيء بيتابعوه. دائما نكرر في كل حلقة لنا أن متابعة الأهالي للمحتوى اللي بيشاهدوه أطفالهم هام جدا، بالإضافة لضرورة اختيار هذا المحتوى بشكل جدا دقيق. فعلا يا سمر، بالذات الألعاب الإلكترونية أيضا فيها نوع من العنف وتفاصيل خيالية تجعل الطفل ينشد لها بذهول، يحاول التقليد كل ما يرى، وقد تؤدي بحياته للخطر. وقد سمعنا كثيرا عن حالات انتحار يعني تعرض لها الأطفال خلال الفترة الماضية. معنا ضيفتنا في الاستوديو نوران حسن، كاتبة ومدربة تطوير. صباح الخير استاذة نوران، نورتي البرنامج الصباحي. الله يخليك، والله انا سعيدة جدا باللقاء ده وسعيدة بحضرتك واستاذة سمر. وسعيدة ان انا طبعا في قناة اليمن، وببعت من هنا يعني رسالة لكل الوطن العربي يعني. تسلمي استاذة نوران. في البداية لفت انتباهي أنه لديك كتاب جميل، أشياء جميلة لا تحدث إلا في الصباح. فما هي الأشياء الجميلة التي لا تحدث إلا في الصباح؟ كل حاجة جميلة بحس أن هي بتبدأ دايما في الصباح، الإنتاجية بتحدث في الصباح، النمو بيحدث في الصباح، الأفكار الجيدة اللي احنا بنبدأ بها يومنا دايما بتحدث في الصباح. أنا بشوف كده، وده اللي نقلت يعني وجهة نظري في الكتاب. بشوف أن في ناس كتير بيصابوا الفترة اللي فاتت يعني بكآبة، بعض الاكتئاب، الحزن، الضيق، حاجات كتير. بشوف أن علاجها لما أتواصل معهم أعرف أن السبب الرئيسي فكرة أن هم تقريبا ما بيشوفوش الصباح. والبرامج الصباحية؟ البرامج الصباحية دي وأنا وصبري يعني أنا كائن صباحي، وبرش يعني دايما أرشح أقول لو حد بيعاني من أي أزمة، يعني أي أزمة نفسية، أزمة عضوية حتى، الصباح هو بداية كل شيء جميل. صحيح. طيب طبعا حديثنا عن موضوع السوشيال ميديا وتأثيرها على الأطفال، المشاكل والاضطرابات اللي بتنتج من الاستخدام الزايد للتكنولوجيا كيف ممكن تؤثر على الأطفال، على سلوكهم، على تفكيرهم، على نفسيتهم أيضا؟ خلينا كده بداية يعني نتكلم على الكتب. احنا في كتاب اخر يعني غير اشياء رائعه لا تحدث الا في الصباح، كتاب عصر الدوبامين، وما بين قوسين يعني النفس البشريه في عصر الخدع الرقميه. هحب اشرح يعني فلسفه الكتاب ده. الكتاب بيتكلم ان احنا حاليا في عصر رقمي، بنتعرض لكم هائل من المدخلات طول الوقت، بنتعرض لمدخلات لا حصر لها. بمجرد ما بنمسك الموبايل او ما بنصحى بنسكرول على الموبايل، بيدخل جوه دماغنا كم مهول من المعلومات والصور، كل ده بيخش وياخد مساحة جوه عقلنا، وبيأثر بعد كده في نفسنا، في أنفسنا، في تعاملنا مع المحيطين، بيعرضنا ببعض الأحيان لقلق، توتر، عزلة.
فما بالكم بقى الاطفال، يعني اننا بنتكلم عن الاطفال ده بيحصل للشباب وللناس الكبيره، ما بالكم الاطفال اللي هو لسه في سن النشء ولسه المفروض تكوين. احنا صحيح وبنحط عندهم المفروض قيم وعادات وتقاليد وثقافتنا، فمع وجود التكنولوجيا الرقميه والانفتاح خلاص بقى دلوقتي الاباء في حاله دايما والامهات في حاله قلق على اولادهم من الكم المعلومات اللي ممكن يدخل او الثقافات الغربيه او ايا كان اي ثقافه فيها عنف، يعني مثلا زي ما الفيديو اشار فكره الالعاب الالكترونيه بتسبب للاطفال عنف، وده فعلا انا يعني بلمسه في كتير، يعني انا فتره من فترات حياتي كنت بشتغل معلمه وكنت بحتك بالاطفال وكنت بشوف ده، يعني ممكن طفل يكون بطبعه غير حاد وهو غير عنيف ولكن مجرد التعرض لكم كبير من ساعات على الموبايل او الايباد والتعرض للالعاب الالكترونيه بيحول الطفل لطفل عنيف وبيبدا يستخدم العنف ده مع اخواته ومع اقرانه في المدرسه. صحيح استاذه نوران، لا شك يعني الى فتره سنوات مضت يعني بصراحه يعني قبل ان تغزونا الثوره التكنولوجيه من خلال البرامج اللي يعني تحتويها هذه الاجهزه الذكيه، كان اطفال يرسم، يلعب كره القدم، يذهب الى النادي، يتحرك، يمشي. الان يا استاذه الطفل يقبع في الزاويه المظلمه من الغرفه، صحيح، واستخدام مفرط يستمر ساعات كثيره طوال اليوم، هذا كله طبعا أثر على حياة الطفل. أصبح الأطفال اليوم انطواء، قلق، توتر، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ الأسرة والمدرسة والوسائل الإعلامية زي ما حضرتك كده بتشير في البرنامج حاليا للخطورة دي، احنا بنقول دايما ان كل حاجة لها ما لها وعليها ما عليها، فالتكنولوجيا هي ايضا لها ما لها وعليها ما عليها. لو ذكرنا الايجابيات هنقول بتساعد على التعلم عن بعد، اكتشاف معلومات جديدة، الاطفال بيبقى عندها حصيل دلوقتي معلومات مختلفة عننا احنا شخصيا، يعني ابني بيبلغني بحاجات انا ما عنديش ليها علم او شفتها على اليوتيوب، انا ما عنديش مشكلة ان احنا اصبحوا خبراء يا استاذ خبراء في البرامج. ففي ايجابيات مما لا شك يعني، ولكن السلبيات وعدم وجود دور للاسره وعدم وجود شخص الاطفال بيقدروا يعني ياخدوا قدوه، يعني احنا بنؤمر اولادنا ان هم يستخدموش الموبايلات كتير واحنا للاسف بنمسك قدامهم الموبايل، فهو الطفل بيتعلم عن طريق ما يشاهده، يعني من غير ما انت يعني انا ممكن اقول له ما تستخدمش ولكن هو شايفني ان انا طول الوقت ماسكه الموبايل، فانا دايما حتى يعني دايما ابعث لهم رسائل اقول لهم احنا بما ان حضرتك اشرت في بدايه الحلقه عن الصيام المتقطع، فانا اقول لهم احنا بنعمل صيام متقطع عن الموبايل، زي فكره زي ما احنا بنعمل صيام متقطع عن الطعام بنعمل برضه صيام متقطع عن الموبايل، فلازم انت تحكم نفسك اني هقعد مثلا 6-7 ساعات مش همسك الموبايل، همسكه بعد كده 1-2 ساعة. وفعلا بالفعل دي تجربه انا يعني نفذتها مع اولادي ومع ناس كتير كانوا بيلجأوا ليا في استشارات ليها علاقه بالاستخدام المفرط للاجهزه. يعني طب يا استاذه الخيال التكنولوجي كيف ممكن نعرفه بمفاهيم او بشكل بسيط للمشاهدين اللي يعرفوا هذه الحاله او هذا الخيال اللي بيكون فيه الطفل طول الوقت على الجوال؟ الخيال الالكتروني يعني انا ممكن اقول لك اصعب حاجه فيه فكره ان الطفل بيتعرض لفكره الانيميشن، فكره انها طول الوقت بعيش مع شخصيات غير واقعيه وغير حقيقيه، ده بيأثر بشكل كبير جدا حتى على وجوده بقى وسط أسرته وإخواته. يعني أنا بشوف إن الفترة اللي فاتت أطفال كتير تأثروا جدا بفكرة الأنيميشن والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية وبقوا عايشين معاها وبيوصفوا نفسهم هم كشخصيات إلكترونية، هم شايفين نفسهم إن الواقع ده بيمثلهم أكتر وشايفين هم ربما يعيشوا فيه أفضل من واقعهم الطبيعي. فأنا بشوف إن الخيال ده ليه إيجابيات إن هو ده ممكن يكون نافذة ليهم في المستقبل، إن هم يشتغلوا في حاجات أعمال مستقبلهم عايزة زي الذكاء الاصطناعي مثلا، فدي حاجة كويسة جدا، أو فكرة الروبوت ودخوله في الحياة، ولكن صحيح. برضو مضر، الإفراط منه مضر، بيخليهم في عزلة، عزلة عن أسرهم، عزلة عن أصحابهم، عزلة عن حتى إن هم زي ما أستاذ صبري أشار فكرة إن هو يمارس هواية أو تواصل بينه وبين الأشخاص المحيطين. صحيح. طيب أستاذة نوران، يعني حتى نكون صريحين، الظاهرة هذه هي ظاهرة تؤرق المجتمعات العربية، هل نحن بحاجة اليوم إلى تحديث المناهج الدراسية بما يعني يتواكب مع العصر الذي نعيشه الآن؟ يعني تقريبا أغلب المناهج على المستوى العربي
يعني قديمة. صحيح. هل بحاجة إلى وجود مواد أو حتى حصة أسبوعية إرشادية توجيهية يعني داخل كل مدرسة؟ أيضا ما هو دور المؤسسات الإعلامية؟ يعني الظاهرة أصبحت مزعجة وتؤرق الكثير. هو بالفعل أنا بشوف إن المدارس بتقوم بالدور ده. يعني أنا لو بتكلم في المحيط بتاعي أو محيط ما أنا يعني وأنا كنت شغالة معلمة، بالفعل إحنا كنا بنعمل جلسات اسمها إرشاد أسري مع أولياء الأمور، بيتم استدعائهم للمدرسة وبنبدأ نتكلم معاهم عن إزاي إن الإفراط ده بيأثر على نفسية الأولاد حتى وبيأثر على تحصيلهم الدراسي، وبنبدأ نوجه الأول للآباء، لأن هي القصة بتبدأ من الآباء. ربما ممكن احنا نتعامل مع الطفل، ولكن الطفل طول ما هو في البيت شايف بابا وماما ما بيوجهوش او ما بيقولوش سيب الموبايل، او في وقت للاسره لازم كلنا نتجمع، او في وقت بمجرد مثلا ما بابا يجي وناكل فالموبايلات بتتقفل، لو ما شافوش ده في البيت يبقى دور المدرسه هيبقى ضعيف، لان طول ما انا في المدرسه بتكلم كمعلمه ودور البيت مش موجود، فاحنا بنبدا بالاباء والامهات الاول. طيب ذكرتي انه مع الوقت مع أطفالك بدأتي أنك تخصصي أوقات معينة فقط للألعاب مثلا. صحيح. على الموبايل. في الأوقات الأخرى أو في هذا الوقت اللي هو مش معاه مثلا الموبايل أو الأيباد، كيف ممكن يعني كيف ممكن يشغل وقت فراغه بطريقة تكون ذكية وأيضا تكون إيجابية، مع لأنه عقله دائما في هخلص المذاكرة وأدخل على الألعاب. صحيح. فكيف ممكن نشغل هذا الوقت؟ زي برضو ما انتوا أشرتوا، يعني فكرة الأنشطة إن أنا بطلع بقى بره حيز البيت، لأنه طول ما هو الطفل موجود في البيت هو طول الوقت عقله بيقول له أنا عايز سعادة، عايز دوبامين، زي ما اسم الكتاب عصر الدوبامين، اللي هو طول الوقت أنا المخ بيفرز هرمون السعادة، فطول الوقت العقل عايز يدخل في سعادة، أنا عايز طول الوقت أسكرول على الموبايل، أشوف آخر الأخبار، أتفرج على اليوتيوب، أتفرج على ريلز، كل الحاجات دي بتخلي الطفل عايش في جو، فمجرد إغلاق الموبايل بيشعر بتعاسة. فإحنا بقى بنعمل إيه؟ بنفصله، بنطلع بقى بره البيت خالص، بنسيب الموبايل خالص، بنبدأ بقى نمارس رياضة، بنروح نوادي، بيتقابل مع أصحابه، ممكن بيروح يمارس بقى أي نشاط زي الرسم، موسيقى، أي نشاط خارجي خارج المنزل، كاراتيه، كرة قدم، يعني بنحاول إن احنا نطلع بره إطار البيت، نوع من أنواع يعني نفصله شوية عن الأجهزة. طب هل في سن مثلا متاح له إنه يبدأ يمسك الهاتف الجوال ويبدأ يستخدم الهاتف حتى تحت وصاية الأب والأم؟ بصي زي ما الفيديو أشار بالضبط، يعني فعلا هي الدراسات كلها أكدت إن المفروض من سن أو ما الطفل يتولد لحد سنتين الموبايل المفروض يبقى ما تعرضش للطفل ده، لأن العقل بيكون لسه بيتشكل، مجرد بس تعرضه لكم المدخلات دي بيأثر بشكل كبير جدا جدا على شخصيته وعلى تواصله مع الآخرين. فبنتكلم إن مجرد مثلا سن من 3 سنين ل6 سنين ممكن يتعرض، ولكن برضو في 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 حيز ضيق جدا، يعني ممكن من ساعة او ممكن اقل كمان، وتحت رقابه الاباء، لان عايز اقول لحضرتك على حاجه، في بعض الاحيان بتعرض لهم حاجات يعني عايز اقول ايه، محتوى غير لائق، غير لائق. صحيح. ففين دور الاب والام؟ وده بيأثر بشكل كبير جدا جدا على نفسيه الاطفال. صحيح. الساده المشاهدين، طبعا كثيره هي المشاكل والاضطرابات التي تنتج عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، منها نفسيه منها صحيه، وطبعا الكثير من الأشياء السلبية التي تحدث نتيجة الأفراط في أيضا ممارسة الهوايات والألعاب من خلال ما تقدمه. فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا مع الأستاذة نوران.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وما زلنا مع ضيفتنا في الأستوديو الكاتبة نوران حسن، نتكلم عن موضوع التكنولوجيا. طبعا شاهدنا في هذا الفاصل القصير أنه كيف بتؤثر هذه الألعاب أيضا على سلوك الطفل، أنه إذا شاهد هذه الألعاب اللي طول الوقت فيها عنف أو قتل بتؤثر على سلوكه مع أصدقائه أو مع أخوته حتى يا سامر. صحيح، مع أخوته في المنزل. كيف ممكن تؤثر أو كيف مدى تأثير هذه الألعاب على شخصية وسلوك الطفل، خاصة في مرحلة في المراحل الأولى من عمره؟ زي ما تكلمنا، كل شيء يعني بيعبر من الأدوات الحسية، النظر، السمع، كل ده بتخش وياخد حيز في المخ. يعني مفيش حاجه بتعدي كده مرور الكرام، كل حاجه بتخش. فعشان كده بنقول مثلا استخدام المفرط في الاجهزه وبالذات كمان الالعاب الالكترونيه، لا بيتاثر بشكل كبير جدا جدا جدا. يمكن بدون ذكر اسم اللعبه دي، ولكن هي معروفه يعني بالنسبه لناس كتير. يعني بالعكس هذا المفروض ان احنا ننوه باسم اللعبه، يعني ببجي والحوت الازرق تسببت يعني يمكن من سنوات حالات انتحار الاطفال، حالات انتحار الاطفال. وعايزه اقول لحضرتك اللي شفته جديد، يعني يمكن ان هو بيتم استهداف الاطفال عن طريق الالعاب دي، لان الالعاب دي مفتوحه، فبيبقى الطفل داخل بيلعب مع ناس هو ما يعرفهمش، بيبدا يحصل تواصل واصطياد للاطفال عن طريق الالعاب دي. افتح المايك، انت مين، انت اسمك ايه، أشوف ساكن فين، أشوف صورتك. وده بالفعل انا شفته بعيني. يعني لو مفيش بقى توجيه من المنزل ان الغرباء مثلا لازم تاخدوا بالكم من الغرباء، محدش يعرف، ما تتحولش. وكمان عايز اقول لحضرتك عدم وجود صله ما بين الطفل واهله في البيت بيسبب ان الطفل مجرد ما حد يبدا يطلب منه طلبات زي كده بينفذها. بعد كده بنبدا ندخل بقى في مرحله خطيره جدا، فكره ان اموره بحاجات يعملها ولو ما عملهاش ابدا اهدده، ونبدا بقى ندخل في قصص زي ما حضرتك ذكرت، ابتزاز وتحرش. صحيح، ايضا صحيح، حاجات بقى كتير، ابتزاز بقى، وطفل يبقى في دايره خوف ما بيقدرش يطلع منها، لان حتى تواصل مع الاب والام في البيت ممكن يكون. فاحنا دايما اقول ايه، ان البدايه من البيت. لو انا كأم دايما بوجه اولادي ان احنا اصحاب، في علاقه بيننا علاقه صداقه، دايما يجوا يحكوا لي كل حاجه، انا اكون متفهمه حتى لو هو غلط. انا كأم لازم اقدر احتوي واستوعب طفلي حتى لو عمل ايه. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. في بعض الامهات والاباء بمجرد بس ما الابن يتكلم، انا ماما شفت حاجه غلط، او تحصل ثوره، هو بمجرد ما بيشوف رد الفعل ده خلاص هو الموضوع كده بالنسبه له انتهى، بيبدا بعد كده يبقى ليه يعني حياه سريه، بيكون خايف طول الوقت من اي شيء يحصل معاه، حياه سريه بقى. يبدا بقى اي حد يقدر ان هو يصطاده عن طريق الالعاب دي. صحيح. انت عارفه يا استاذه نوران، ايضا اصبح حرمان الطفل من الموبايل اصبح احد العقوبات اللي تقوم بها الام تجاه اولادها. يعني أيوه. انه اذا ما كتبتش الواجب مش هجيب لك التليفون، اذا ما عملت شيء داخل المنزل مش هعطيك التليفون. ومن ايضا المشاهد السيئه يا استاذه نوران، المشاهد الحياتيه اليوميه، يعني عندما بينزل بيروح الانسان مثلا الى مطعم او الى حديقه، او يعني اصبح الطفل ايضا ماسك التليفون داخل المطعم او داخل الحديقه. صحيح. او داخل حديقه الالعاب، ففقد المتعه انه يتحرك شويه. صحيح. او يستمتع بالجو المحيط فيه. صحيح. فللاسف بتلقي الاسره في طاوله الطعام وكل واحد ماسك التليفون، بيسافروا يغيروا جو على البحر، او كل واحد ماسك التليفون. صحيح، زي ما انا قلت لحضرتك الموضوع بيبدا من عند الاسره. انا كاب لو انا قاعد في مطعم وفتحت الموبايل انا وبابا، كلهم هيفتحوا، يعني ما انا ما امرش ابني بحاجه انا بعملها، وطول الوقت انا سهران على الموبايل وهو سهران. فلما اجي اقول له اقفل الموبايل هو يقول لي طب ما انت قاعده على الموبايل، حتى لو هو ما قالهاليش ببقه، هو عقله ترجم على طول. فانا الطفل بيتعلم بالقدوه، يعني القدوه بالنسبه للطفل هو الاساس. انا لو لقيت ان بابا بيجي وبيقول ان كلنا بنقفل الموبايلات وبيقعد واحنا بنتغدى مثلا مش ماسك الموبايل، الطفل لوحده هو بيشوف الاب بيعمل ايه والام. لكن انا هفضل امره وانا ماسك الموبايل او قاعد. وكمان حلو قوي، مهم جدا حتى اشرت ليها حضرتك، فكره ان يبقى في وقت اسمه الوقت بتاع العائله، ده وقت العيله بتاعنا. يعني افتقدناه يا استاذه. فكره ان اصبح غير موجود الان. حتى يا سمر لو تشوفي ايضا بعض الاطفال حتى على مستوى تناول الاكل والتليفون امامه، كل واحد بياكل في غرفه منفصله او امام التلفزيون او امام دايما بياكل فوق السرير. صحيح. يعني كنا زمان افتكر ان لازم يبقى في وقت اسمه وقت الاسره، اللي هو حتى لو مين ورائي لازم بنيجي كلنا وبنتجمع. انت عارفه يا استاذه انت بتتكلم في النقطه هذه، كان الغداء يمثل اجتماع عائلي. صحيح. انه لابد انه الكل يحضر اثناء تناول وجبه الطعام. الطلاب يعودوا من المدارس، الاب يرجع من وظيفته،
فكان الغداء يعتبر اجتماع عائلي وبيحصل تبادل. يعني انا هو الاب يبدا يسالهم عملتوا ايه النهارده، يومكم كان عامل ازاي، واحنا نساله يومك كان عامل ازاي. عايز اقول لحضرتك ان الانترنت نفسها او الثروه الرقميه دي مش فيها خطوره، هي مش حاجه خطره لو العلاقات الاجتماعيه جيده. يعني انا اقدر اخلي ابني يستفيد من الثوره الرقميه دي، مفيش مشكله. ولكن انا لو بما ان في يعني علاقه وتواصل جيده، لو العلاقات والتواصل ما بيننا وبين اولادنا مقطوعه، سهل بقى ان هم وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ومش الانترنت بس، ممكن اصدقاء سوء. ولكن هي فكره الوجود وقت العائله كلنا بنتكلم ونتبادل فيه يومنا عامل ازاي، ده بيسهل كتير قوي ان حتى لو الطفل تعرض لابتزاز او تعرض لاي حاجه سيئه صحيح. يقدر ان هو يتواصل معايا وانا احل له المشكله. طيب كمان اكيد في المقابل لهذه الثوره أكيد لها إيجابيات بتنمي صحيح. فيها خيال الطفل وبتنمي مهارات وذكاء، خاصة وما شاء الله عليهم هذه الأجيال الآن هي فاهمة أكثر مننا، وأحيانا بتعلمنا كيف صحيح. نستخدم الهاتف الجوال، كيف نستخدم الأيباد، يعني أصبح لديهم معلومات خبرة. في التكنولوجيا وخبرة، حتى هكر يعني خبرة كبيرة. فإيش الجانب الإيجابي من هذه الثروة التكنولوجية؟ انا بشوف ان الجانب الايجابي ان هو ده مستقبلهم. يعني احنا لما نيجي دلوقتي نعمل حصر بالوظائف بتاعه المستقبل، يقول ان الوظائف المستقبل رقميه، الذكاء الاصطناعي، الروبوت، هو ده المستقبل. فلو انا قدرت اوجه ابني للبرمجه مثلا، حاجه زي كورسات البرمجه، انه يتعلم برمجه، فانا كده دخلته بشكل ايجابي. وفي سن، حتى في سن صغيره بيعمل برامج، هيطور من نفسه اكثر، برامج يعني بسيطه صحيح. جدا، اللي هي مجرد ان هو يحرك لعبه ويتعلم برمجه، لغه البرمجه البسيطه اللي هو يحرك لعبه ويمشي مش عارفه ايه. دي اولا بتنمي عنده ان هو يبقى عنده ثقه بنفسه، انا قدرت اعمل لعبه او اعمل انيميشن متحرك. ده المستقبل بتاعهم، يعني شغلهم كله الفتره اللي جايه كله ده. فذكاء بقى الاسره ان انا اوجه الطاقات دي، بدل ما انا سايباه ماسك الموبايل او الايباد انا مش عارفه بيتفرج على اليوتيوب ايه، ممكن ابدا اوجهه مثلا لكورسات اونلاين. دي حاجه من ضمن الايجابيات بصراحه. انا بشوف ان التكنولوجيا دي ساهمت بشكل كبير جدا في وقت الكورونا، يعني لولا يعني في اشخاص تعلموا صحيح. لغات وتعلموا برامج وتعلموا اشياء كثيره في هذه الدراسه. يعني الدراسه لما توقفت، المدارس بدات تستخدم التقنيه دي في التواصل مع الطلاب. فلو التقنيه دي ما كانتش موجوده، كنا هنقعد سنه في معزل تماما عن التعليم صحيح. فهي في المجال التعليمي بصراحه انا بشوف ان هي فيها ايجابيات كتير جدا. انا شخصيا كحد مثلا عندي اولاد او كده، بشوف ان انا بقدر اتواصل، يعني ما اقدرش اسيبهم مثلا فترات طويله، بقدر اتعلم وانا قاعده معاهم، او اقدر اشتغل وانا قاعده معاهم. فبشوف ان هو على مجال، على مستوى العمل والمستوى التحصيل العلمي والمعرفي والتواصل مع ناس يمكن في بلاد بعيده ونتبادل المعلومات، انا بشوف ان هو طبعا ليها طبعا افاده. يا ريت بقى نعمل ده مع اولادنا، نفهمهم ان ممكن ان انت تنجح وتعمل شغل وتعمل بيزنس وانت صغير، وتعمل لنفسك برامج برمجه، تتعلم الجرافيك ديزاين، وتعمل لنفسك شغل وتشتغل فريلانس. وانا بقول فعلا لاولادي كده، انت المستقبل بتاعكم، انت ممكن تبقى على 12 سنه صاحب قناه وبتعمل لناس مونتاج وتعمل جرافيك ديزاين وتعمل هو بقى خلاص يعني بوجهه. لان بصي خلينا واقعيين، مش هنقدر ان احنا نبعدهم ونقفل عليهم ونقول لا، بس اوجه الطاقات دي في حاجه، لان البعد إيجابية عن هذا المجال ايضا خطا صحيح، يكون خطا صحيح من صحيح الاهالي صحيح. طيب استاذه نوران، يعني طبعا الطفل عندما ينتقل من مرحله الطفوله الى المراهقه، هنا تبدا المشكله تتعمق اكثر صحيح. خاصة أنه سن المراهقة تعتبر فترة انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. الاستخدام المفرط، الدخول إلى العديد من البرامج والمواقع، إلى أي مدى بيساهم على صقل وتنمية وقدرات وإبراز شخصية الطفل وتكوينها أيضا في نفس الوقت؟ بص حضرتك، هو يمكن أنا الكتاب بتاعي مختص بالفترة دي قوي، فكرة عصر الدوبامين. إحنا إيه المشاكل دلوقتي اللي بنشوفها؟ بنشوف ان في بنات كتير بتتعرض لابتزاز عن طريق بالذات ان المراهقه اللي حضرتك بتتكلم فيه، التعلق بالاخر، الاخر المجهول، الاخر المجهول اللي هو فكره ان انا متعلقه بناس انا ما اعرفهاش على 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 كوكب الوهم، زي ما بيقولوا هو كوكب وهمي، العالم الافتراضي صحيح، العالم الافتراضي. بدخل على الانستجرام بشوف صور ناس، بشوف الناس بتقنيه عاليه جدا، ببقى متخيل الناس كلها كده، انا العيب فيا، انا
انا اللي مش كامل او انا اللي هم مش هم حياتهم مثاليه وانا حياتي مثاليه أشياء تبدا كثيرة. المقارنات تبدا حاله اكتئاب يبدا الانسان يقارن نفسه ما بين الناس الناجحه لا ده الناس دي محققه اكتر مني لا ده البنات دي شكلها الطف فلتر بقى كتير كتير صحيح. كتير كل ده بيسبب مشاكل للبنات مثلا على مستوى مثلا البنات في سن المراهقه فكل بنت بتبقى عايزه ابقى الشكل ده الصوره دي الفلتر ده بدون بقى تحكيم مثلا من الاهل او توعيه ان الكلام ده مش حقيقي وان دي منصات الهدف منها ان انا بعرض حاجه يعني لو في مثلا حد بيعرض حاجه ده شغله دي طبيعه شغله احنا الدنيا مش كده يعني الناس مش فاهمه كده الشباب مثلا على مستوى الشباب يبدا يتابع مثلا اخبار بعض الناس نجاح سفر مش عارفه فلوس يبدا يقارن مثلا حياته بدون ما يسعى هو ان هو يغير حياته فنوع من انواع الهروب فالنت بيبقى بالنسبه للشباب نوع من انواع الهروب انا بهرب من الواقع اللي مش قادره اغيره للحياه المثاليه على هذا الكوكب يعني زي ما بيقولوا نبدا بقى نخش بقى في ديبريشن واحيانا يبدا الشباب يفتعل هذه المواقف وهذه المناسبات عشان تصبح حياتهم شبيهه لحياه اصحابهم او حياه المشاهير محتوى ده محتوى يعني الصوره اللي مش واصله للناس فكره ان اللي بيقدم حاجه على السوشيال ميديا هو بيقدم محتوى والمحتوى ده الهدف منه ده شغله ده الشغل بتاعه هو مش دي حياته ده محتوى لازم يقدمه عشان يبقى طول الوقت فيه متابعات فبيتربح مثلا من وراء المتابعات دي انت بقى ما تبقاش انت الماده اللي بيتم التربح من خلالها انت شوف حياتك اعمل انت كمان محتوى صح بالظبط طيب تفضل يا سمر طيب هذا المحتوى مثلا هل ايضا في سن معين يبدا في الشباب في فتره المراهقه او الاطفال لما يبداوا في فتره المراهقه نبدا فعلا نعتمد عليهم انهم اصبحوا جاهزين لهذا العالم الافتراضي انا بشوف ان احنا دلوقتي صعب ان انت تحكمي على سن معين خلينا صراحه بس زي ما قلت لك قبل كده اقدر اشوف انا ابني ان نقاط القوه اللي عنده وابدا اوجهه ان هو يعمل محتوى ناجح وانا ادعمه لان كل دايما ممنوع مرغوب لو انا منعت وقلت بص مفيش وانت صغير احنا قلت نتكلم ان الطفل يبقى عنده 5 سنين لا ما تقدريش تمنعي عن الموبايل خلينا صراحه ولكن انا كأم اقدر اشير ليه هو لان هو بيبقى لسه ما عندوش الشخصيه الناضجه اللي هو يقدر يشوف محاسنه او نقاط قوته انا كأم اقول له انت بترسم على فكره حلو انت اسلوبك في انت بتحب التكنولوجيا جامد طب تيجي نعمل مثلا قناه عن حاجه انت تعلمها للناس اعمل فيديوهات بسيطه يمكن ظهر فتره من فترات اللي هو المحتوى الجيمنج ده والاولاد كلهم جيمر وعايزين يعملوا انا بشوف ان هو ربما فيه حاجات سلبيه ولكن كبدايه ان محتوى مش ضار وبيعلمهم مثلا حاجه هو بيعلق تعليق سابق ربما بعد كده المهاره دي هو يصقلها في المستقبل ويحولها لحاجه ايجابيه افضل صحيح. ولكن انا كأم لو منعت هو طول الوقت ممكن يعمل ده من ورايا طول الوقت هيبقى شايف كمان بحرمان احساس بالحرمان ان ما كل الناس كده مش معنى انا فوجود رقابه الوالدين دي اهم حاجه بصراحه استاذه نوران قبل قليل ذكرتي نقطه مهمه جدا فيما يخص المراهقه و خاصة الفتيات اللي بتمر بهذه السن الحرجة يعني نشاهد بعض الفتيات أو البنات يعني تحاول أن تلتقط صور شخصية لها داخل المنزل بتبين أنه هذا يعني منزلها سواء كانت شقة أو فيلا أو عندها عربية فارهة هل هذا بيجعلها صيد سهل للمبتزين والمتحرشين داخل مواقع التواصل الاجتماعي انا بشوف ان اللي بيعمل كده هو عنده مشكله نفسيه كبيره يعني مجرد استعراض حياتي اليوميه واقدم حياتي اليوميه كمحتوى انا بشوف ان هو شيء من انواع الفراغ هو مش ممتلئ كفايه هل نسميه يعني تفاهه مش هنقول تفاهه ولكن هي عدم امتلاء الشخص لما بيكون ممتلئ ثقافيا صحيح عنده فهم عنده ادراك قادر يدرك هو مين وجاي ليه وبيعمل ايه ونقاط قوته ونقاط ضعفه بيشتغل عليها صعب ان هو ينجرف ورا الكلام ده لكن اللي بينجرف مين شخص غير ممتلئ اسريا غير ممتلئ نفسيا غير ممتلئ فكريا ده دور الاهل خلينا برضه نرجع تاني لنفس النقطة هي دي نقطة أساسية الأهل هم أول حاجة في حياة كل طفل لو دورهم مختفي أو دورهم مش موجود
صعب ان عشان دايما نقول ايه ابداوا بالاسره، وبالاسره مين الام؟ الام ربما انشغلت شويه، خروج الامهات للعمل، الكلام ده اثر طبعا بشكل كبير جدا جدا. وانا لو تقول لي مثلا انا بشير في الكتاب دايما لايه، اقول يا جماعه لو الام احنا ربنا عمل لنا حاجه حلوه ممكن الامهات تستغلها، حققي نفسك وطموحك لو قدرت تحققيه من خلال الانترنت، وخليكي مع اولادك لان دورك مهم، دورك اكبر بكتير من العمل بره. انا بشوف كده ان وجودك وسط الاولاد ومراقبتك ليهم ده شيء حاجه مهمه جدا. طيب الشباب او الاطفال دائما هتكون يعني لديهم اسئله، وهي انه طيب يا ماما ويا بابا معناها انه هل هؤلاء الاشخاص هم خاطئين مثلا، او هم مش يعني دائما بيكون في التطفل مثلا اللي في كل طفل، او الفضول اللي موجود لديه انه اشمعنى هم؟ ليش مثلا تمنعوني لكن هؤلاء الأشخاص لا مسموح لهم؟ كيف ممكن نوصل بذكاء وكاروشيتا أيضا للمشاهدين أنه نعطي لأطفالنا والأبنان الإجابات المنطقية والإجابات اللي توصل لمستوى تفكيرهم وعقليتهم؟ حتة المقارنات، هم بيقارنوا بين حياتهم وبين حياة الناس التانية، لازم أنا كأم أكون أصلا واعية. إحنا إيه مشكلتنا؟ إن ربما تكون أم أصلا مفتقدة الوعي، هي أصلا نفسها مش عارفة، يعني هي صعب ان هي تجاوب على السؤال ده، وممكن على فكره تجاوب بشكل خاطئ. صح. واللي يفضل الخطأ ده بيكبر بيه، زي فكره ان انا ببني قيم، ببني قيم وببني عادات وببني تقاليد وببني ثقافه. لو انا اصلا كأم غير واعيه، انا دايما اقول برضو البدايه ان الام لازم تكون مثقفه، لازم هي الاول تعلم نفسها الاسئله دي الصعبه يعني زي ما بيقولوا، وتبدا لما الاولاد يسالوها يا ماما هو ليه انا مثلا لا هفهمه المخاطر. وعلى فكره الطفل ذكي جدا، الطفل مش ما نتعاملش معاه ان انا مش اي كلام ومش لا اي لا اجابات، ده بيفهم بيفهم. يعني لو قلت له ده خطر لواحد اتنين تلاته، لان انت بتتعرض لناس غريبه ما تعرفش عنك حاجه، ممكن يبتزوك، وابدا اطمنه. لان هي ايه مشكلتنا في التربيه او المشاكل النفسيه اللي الاطفال بيطلعوا بيها؟ عدم الشعور بالامان. انا مش حاسس ان انا بابا لو اتكلمت معاه هيستوعب اللي انا بقوله. ولكن دايما طول الوقت انا بقول للامهات لو روشيتا بقى تقبلوا اطفالكم كما هما بشر زينا، ليهم عيوب وليهم مميزات، وقولوا لهم ده انا بحبك لما بتغلط، وبحبك لما بتكون كويس، مش بحبك حب مشروط ان انت لازم تبقى طول الوقت كويس. لا احنا بنخطا وانا بغلط. صح. وانا ده حاليا يعني بعمله مع اولادي، انا بغلط فانت لما تغلط ما تخافش من الخطا بتاعك، تعال قول لي ونحاول نعدل المسار، ولكن ما تخافش، لان الخوف بشوف ان الخوف ده اساس كل شيء في الدنيا. يعني الطفل لو خاف، احنا كبشر لو خفنا من اي شيء، خوف هو يعني عايز اقول ايه من اكبر المعوقات الخوف. فلما بطمن ابني واقول له لا انت بتغلط، وعلى فكره انا كبيره وبغلط، انا افتكر مره قلت لابني قال لي لا ما انت بتغلطيش، قلت له لا انا بغلط، خد بالك انا بغلط وكلنا بنغلط، ما تفتكرش عشان انا كبيره. فدايما الاطفال عندهم فكره ايه بابا وماما كبار دول ما بيغلطوش، اي حد كبير ما بيغلطش، ولو غلطوا ما حدش هيعاقبهم. صحيح. صحيح. وانا لما اغلط اقول لابني يعني انا افتكر مثلا استخدمت استراتيجيه ما كانتش مظبوطه معاه، فروحت وقلت له على فكره انا كنت غلطانه في الحته دي، انت مسامحني؟ فيقول لي اه تمام انا مش زعلان منك. لازم، مهم جدا ان احنا الجيل الجديد ده نتعامل معاه بشيء من الذكاء ونفهم، لان هم سابقنا بكتير. لو تعاملنا معهم انه اطفال صغير، لا هم زي ما انت اشرتي في الاول ان هم عقلهم يمكن بقى مستوعب معلومات وعارفين حاجات احنا شخصيا ما نعرفهاش. فنتعامل معاهم انا كبير باخطئ وانت صغير بتخطئ وكلنا خطائين، واهم حاجه ان احنا ما نستمرش على الخطا ده. بالضبط. صحيح. شكرا لك، استمتعنا جدا بالحديث والحوار معك، وكل هذه النصائح اللي قدمناها للمشاهدين اتمنى اكيد انهم يستفيدوا منها. وكما ذكرنا مشاهدينا هي قاعده بنتبعها في حياتنا، انه الافراط في اي شيء نستخدمه بيؤثر علينا سلبا وبيؤثر علينا ايجابا ايضا. يجب ان يكون لدينا الوعي الكافي كبار او صغار من كل برامج التواصل ومن كل أشياء حولنا، أن نستخدمها بالطريقة الصحيحة. دائما الوسط هو أفضل شيء، نسيما في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا أيضا اللي بتتطور يوم بعد يوم. الرقابة دائما على الأطفال هي من أهم المراحل اللي واجب على الأسرة أنه يعني تراعيها، كذلك اقتناء واختيار المواقع والمحتويات التي قد يتعرض لها الشخص، عدم إهدار الوقت الكثير فيه، والحفاظ على الوقت والصحة هي طبعا المطلب الرئيسي للأطفال. فاصل ثم نعود لاستكمال بقية فقرات البرنامج.
عدنا لكم مشاهدينا وجولة حول الملفات، نبدأها بالمنوعات. ومعنا للأسف أصيبت بالسرطان امرأة بسبب عناية بالأظافر، وأيضا الطائرة التي أقلعت وتركت الركاب على الأرض، واقعة غريبة في الهند. نتابع ثم نعود إليكم. من من النساء لا تعتني بأظافرها أو تحرص على تنظيفها ووضع الطلاء عليها، خاصة في المراكز المتخصصة؟ إلا أن كابوساً مخيفاً قد يطارد بعض السيدات إثر ذلك، كما هو الحال مع أمريكية أصيبت بالسرطان لهذا السبب. أصيبت غريس غارسيا من كاليفورنيا الأمريكية بسرطان قاتل تحت أظافرها بعد أن كانت فنية الأظافر عنيفة في تنظيف الجلد المحيط بالأظافر. وقالت غارسيا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: لم أصدق ذلك، شيء بسيط مثل طلاء الأظافر يقتلني، في إشارة إلى تنظيف أظافر اليدين والجلد المحيط بها. وبعد انتهاء الجلسة التي حجزتها للاعتناء بأظافرها، لاحظت الأم لثلاثة أطفال أن إصبعها يتألم بشدة، وبدت وكأن بثرة تتشكل على الجلد المحيط بظفرها. تأكد طاقم طائرة مدنية في الهند من كل إجراءات الإقلاع بما في ذلك وضع أمتعة المسافرين على متنها، لكنهم نسوا أهم شيء، ضمان صعود كل الركاب. وذكرت وسائل إعلام هندية أن رحلة تابعة لشركة جوفيرست الجوية أقلعت في الموعد جنوبي الهند صوب العاصمة المحددة في رحلة داخلية من مدينة بنغالور نيودلهي الاثنين الماضي. وكان يفترض بهذه الطائرة أن تقل الركاب الذين كانوا جميعهم على متن حافلات على أرض المطار. وكان هناك على أرض المطار أربع حافلات، ثلاثة منها ممتلئة على آخرها، 50 مسافراً في كل واحدة منها، والأخيرة فيها من 5 إلى 6 ركاب. وأبلغ الطاقم الموجود على أرض المطار طاقم الطائرة أن الحافلة الأقل عدداً ستكون الأخيرة، لكنها في الواقع لم تكن الأخيرة. وبسبب هذا الإجراء افترض طاقم الطائرة أن العدد الذي صعد على متن الطائرة هو كل الركاب، وبقي 55 مسافراً نحو 4 ساعات في الحافلة المكتظة قبل أن توفر لهم الشركة رحلة أخرى. ولمن يحب متابعة الطرق المثلى للحفاظ على الوزن بعد صيام المتقطع، أنصح بمتابعة الملف الطبي. إن الطريقة المثلى للحفاظ على الوزن هي الصيام المتقطع، حيث يعد أحد الأساليب الفعالة لتعزيز صحة الجسم وإنقاص الوزن الزائد، ويعمل على رفع مستويات المناعة العامة، خصوصاً إذا مورس لفترة تتراوح بين 18 إلى 20 ساعة يومياً، واقترن ذلك بنظام غذائي أساسه البروتين الحيواني والدهون النافعة ومنخفض الكربوهيدرات. ويعمل الصيام المتقطع على دفع الجسم إلى توليد الطاقة من الدهون بدلا من الجلوكوز، ولذا تقوم الخلايا بأخذ الدهون المخزنة في الجسم واستخدامها كوقود في العمليات الحيوية. ولتحصل على نتيجة فعالة يجب اتباع الآتي: أولاً، عدم الأكل بين الوجبات، بحيث يلتزم الإنسان بأن يأكل في الوقت المحدد للوجبات، وأن لا يعتمد لتناول السناك أو الفواكه أو شرب السوائل التي ترفع نسبة الأنسولين. ثانياً، تأخير الوجبة الأولى، عند الجلوس من النوم يستحسن أن يتم تأخير الوجبة الأولى وعدم تناولها إلا حين الشعور بالجوع الحقيقي. ثالثاً، الاقتصار على وجبتين، سيكون ذلك نافعاً جداً للحفاظ على الوزن الصحي، وأن يقتصر الإنسان على وجبتين بينهما فاصل زمني بحدود 4 إلى 5 ساعات دون تناول أي طعام بينهما. رابعاً، الإمساك عن الطعام باكراً قبل النوم، فالتوقف عن الأكل قبل النوم بعدة ساعات يعمل على إراحة المعدة ويخفف أيضاً من مشكلات الهضم وانتفاخ البطن. خامساً، المشي بعد الوجبات، حيث أن المشي لنحو 15 دقيقة بعد تناول الوجبة مباشرة يساهم في تحسين عملية الهضم ووصول الدم بكفاءة إلى الجهاز الهضمي. سادساً، الابتعاد عن العصائر، فالعصائر حتى الطبيعية منها باستثناء عصير الليمون هي مجرد سكر مركز يذهب مباشرة إلى الكبد مما يشكل عبئاً عليه، ويقول
تقود إلى الإصابة بالكبد الدهني مستقبلا، وتعمل أيضا على زيادة الوزن وتعيد مشكلة السمنة مجددا. سادسا، الأغذية المساعدة. يمكن أن يتناول الإنسان بعض الأغذية المساعدة التي تساهم في توازن هرمون الأنسولين، كإضافة القرفة إلى الطعام، وأيضا شرب خل التفاح العضوي غير المفلتر مضافا لعصير الليمون. ثامنا، ممارسة الرياضة. فالمواظبة على الرياضة بشكل دائم يعطيك صحة دائمة وأيضا نشاط مستمر. تاسعا، النوم الباكر، وهو من الأمور الهامة لانتظام الوزن وفقدان الدهون الزائدة. وهذه القواعد إذا تم العمل بها سيتمكن الإنسان من الحفاظ على صحته العامة، ولن يعود مجددا إلى السمنة، وستنتظم عنده الهرمونات بدرجة كبيرة حتى وإن لم يمارس بعد ذلك الصيام المتقطع كما كان يفعل سابقا. عدنا لكم مشاهدينا لاستكمال فقرات صباحنا، ومعنا في فقرتنا اليوم فقرة حرفة نستضيف فيها المهندس عماد الصبري، وهو مهندس تنفيذي بيعمل في تشطيب الشقق وإضافة الجماليات لها. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك. ومسرور جدا بتواجدك معنا. أنا أكثر. باشمهندس، حدثنا عن أهمية التشطيب بشكل حرفي وتقني لأي شخص يرغب باقتناء شقة أو ببيع بيت، لأن الكثير من الناس دائما ما يواجه مشاكل في موضوع التشطيبات. الغالبية بيواجه مشاكل في موضوع التشطيبات. كيف نحسن اختيار من يقومون بهذه المهمة؟ هي مبدئيا تعتبر أهم حاجة في الشقة كجمال وكأنك تعرف تبيعها أو تستخدمها، اللي هو التأسيس والتشطيب. فمثلا تبدا في البنود اللي هي مثلا بند السباكه، بند كهرباء، بند كل البنود دي لها تاثير في مستوى جوده الشقه فيما بعد. يعني فاي عميل يحب يبيع شقته مثلا فيما بعد، لو العميل اللي هيشتريها اصلا معاه مهندس يعمل فحص للشقه، يبدا يركز على الحاجات الاساسيات اللي هي الاهم في الموضوع الشقه يعني. وهي دي العامل المؤثر في الشقه يعني، جمالها طيب هل مجال عملك او مجال دراستك له كان له علاقه مباشره بالتشطيب، ام هي يعني شيء وجدت نفسك فيه اكثر انه حابب انك تتجه لهذا المجال اكثر؟ والله هو مجالي اصلا اللي هو الهندسه المدنيه، طبعا هي متعلقه في عده مجالات اللي هي مثلا تاسيسات، خرسانات، طرق، صرف، كل ده من ضمن الهندسه المدنيه. فعلى حسب، انا اول ما تخرجت يعني اشتغلت مهندس موقع اساسات وخرسانات ومواقع كده، فحبيت ان انا اطور كده من نفسي واشتغل، واتجهت الى مجال التشطيبات. شفت ان فيه برضه شغل وتحس ان انت بتعمل انجاز يعني، في الاخر تشوف حاجه يعني انت عملت حاجه حلوه. فكل المجالات متاحه في المجال. طبعا احنا معنا فيديوهات، هذه فيديوهات لبعض أعمالك صحيح؟ صحيح. طب هذه التصاميم بتكون مطلوبة من الشخص صاحب العقار، صاحب العقار هو اللي بيطلب هذه التصاميم صح؟ هو أنت بتجيب له أفكار وهو يختار. وفي عميل يقول لك أنا عايز مثلا بعد الشغل هتكون الشقة عاملة إزاي؟ بنجيب له المقترحات واللي يوافق عليها نعملها. في حاجات اللي هي أساسية المهندس هو اللي بيعملها. التأسيسات دي ما ملوش علاقة العميل، انا اللي باسس وانا اللي بصمم بعمل، بس الحاجات اللي هي الفينش النهائيه زي الالوان والديكورات دي ممكن هو يختارها العميل على حسب ذوقه يعني. طيب هل العميل مثلا ممكن تصادف انه يختار الوان معينه او تصاميم معينه لكن ما تكونش مناسبه للمساحه الخاصه عنده مثلا؟ في هذه الحاله انا بجيب له المقترح يعني، انا بعترض على العميل برضه، مش ان انا بخليه يختار وخلاص. فحسب خبرتي مع العميل يختار حاجه بقول له دي مش هتنفع في الشقه خلاص، هو على طول بيوافق يعني غيرها من عندي. طيب باشمهندس، لماذا السباكه موضوع مهم ورئيس في موضوع التشطيبات؟ يعني الكل مهتم بهذا الموضوع، ولماذا يلجا البعض الى انه يعمل ويكسر ويخرب ويعمل مره ثانيه؟ لو لاحظت انت اغلب العماير واغلب الشقق دايما انا بيجي لي اتصالات كل المشاكل من بند السباكه. ايوه، ده بند السباكة. في ناس اصلا بتحب توفر يعني، يجي البند السباكة ده يعتبر اهم الموضوع، اهم حاجة في الشقة يعني. واي خطأ فيه، اي خطأ فيه كارثي اصلا. صحيح. مش سهل يعني معالجة السباكة دي، مش سهلة خالص. فا
ابدع في البند ده وبند الكهرباء برضه نفس الحكايه، يعني هم البندين دول مهمين، الباقي كله ممكن بعدين مع الايام تعمله، انما بند السباكه والكهرباء الصيانه بتاعتها مكلفه جدا يعني. طيب انت هنا في القاهره منذ متى؟ من 2000 ومن شهر 9 2015. طيب اليمنيين اللي بيشتروا شقق في القاهره ايش ابرز ما بيرغبوا له في موضوع التشطيبات؟ هل انت عارف انه احنا في اليمن لنا تشطيبات خاصه معينه، هنا في مصر الحبيبه بيلعب مساحه الشقه هنا بالمتر، التفصول نقول في القاهره يختلف عن التفصول او التصميم في اليمن، يعني اغلب اليمنيين ماذا يرغبون عند تشطيب الشقه؟ والله هو اليمنيين يعني في منهم يستثمر في شقق استثماريه وشقق اللي هو للسكن، فكل للسكن غير الاستثمار، فعميل يقول لك مثلا انا اشتري شقتين استثمرهم يعني او شقه اسكن فيها، فتختلف الموضوع من السكني للاستثمار. فهناك مش عايز يصرف كثير وهناك عايز يشتغل شغل اللي هو هيسكن فيه هو. فهذا الجانب يعود على العميل نفسه يعني، مش على حسب ذوق على حسب العميل. العميل ذوقه يعني. طيب التشطيبات بتكون لها مثلا الوان معينه كل سنه مثلا، يعني موضه معينه الوان معينه او ديكورات معينه او تصاميم معينه، او عادي ممكن تصاميمها في اي وقت؟ يعني قصدك متغير التصاميم؟ تتغير على حسب الاذواق برضه، مش او قصدك انه احنا نعمل تجديد كل سنه للشقه نفسها او لا؟ يعني جديد. مثلا هذا طبعا الموضوع بيعجبكم يعني اكيد لصالحهم كل سنه حلو لصالحهم. لا يعني مثلا بعض التصاميم اصبحت قديمه في ممكن ياتي مثلا صاحب شقه لا يطلب هذه التصاميم القديمه، هي عجبته اكثر، او انت بتنصحه انه لا انه هذه قديمه اصبح في اجدد منها؟ هو في عميل بيجي يقول لك انا معايا صور من شقتي من عام 2017 واحنا دلوقتي بكام؟ 2023. عايز الشكل ده يبقى هنا اليوم. تحاول تقنعه ان ده قديم خلاص وكده ومشاكله كتير مثلا. مقارنه مثلا في ناس بتقول لك انا عايز جبس بلدي اللي هو الديكور. ده قديمة. اصبح حاجه قديمه يعني مشاكله كتير، تكسيره لو في صيانه ليه متعب، فخلاص العميل مصمم ان هو عايز يقول لك ده تحس ان هو يدوم. طب ايش اصعب الشقق اللي مرت عليك مثلا؟ الشقق طبعا الشقق الكبيره اعتقد بتكون المساحات فيها كبيره وامكانيات الابداع فيها اكثر، صحيح؟ صحيح. طيب هل الشقق الصغيره بتكون بهذه السهوله مثلا في التصاميم ولا بتكون اصعب؟ الشقق الصغيره صعبه، انت تجيب روح للمكان وتطلع حاجه حلوه صعبه شويه، الصغيره ما تعرفش تسيطر عليها، عايزه تركيز اكثر من الشقق الكبيره. طيب وبتستخدم فيها الالوان الاكثر، الالوان الفواتح مثلا الابيض والبيج وكذا؟ الحاجات دي اللي هي بتجيب هدوء كده في الشقق وتعطي مساحه اكثر. بتعطي مساحه يعني زي اللون الابيض ده يستخدم للاسطح، بيجيب مساحه واناره للشقه يعني. باشمهندس انا الاحظ في التصاميم اللي انت مبدع فيها بصراحه، ما مدى اهميه الاضاءه او تشطيبات الكهرباء في اظهار الشقه بالشكل اللائق والمناسب؟ ما هو لو لاحظنا احنا الشقق القديمه في مصر او في اليمن مثلا، تلاقي موضوع الاناره يا اما في النص نقفه ولا دلايات بس. الديكورات اللي هي اللي بنعملها الجبس دي اصلا تجيب شكل ديكوري جمالي، والاهم من كده ان هي بتوزع اناره اكتر باقل تكلفه، باقل تكلفه، وبنوزع في المكان كله يعني مش في النص، بتلاقي على الحوائط بتدي بتطلع لون الحوائط، بتظهر المكان نفسه كله بيظهر. ففي امكانيه لتوزيع الاضاءه بشكل يعني كبير جدا ما كان عليه مقدر. طب هذه الاضاءه الموجوده في الصوره، اول شيء هل هي عمليه لتغييرها مثلا؟ مريحة للعين لأنه تعتبر خامات عالية اللي هي الأزبطات الليد والكذا حلوة، وبنفس الوقت تجيب رونق يعني زي طول الشقة وكذا. طيب أضافت هل مثلا تضيف لمسة جمالية يعني. في الصورة يا باشمهندس اللي بنشوفها الآن، هل مثلا أن يكون هناك تعدد ألوان، مثلا أختار اليوم اللون الأصفر بكرة أختار لون أحمر أو أزرق، يعني أقدر أنا أتحكم كصاحب شقة في الإضاءة؟ أيوة في المفاتيح. جميل. مفاتيح جميل. في المدخل جميل، تتحكم الأصفر ده تغلقه لوحده اللي هو الليد بروفايل اللي على الحيطه اللي في الجنب. وهل ممكن اقصد انه اضيف لون اخر غير الاصفر؟ تغيير الليد عادي مش مشكله. حلو يعني. يعني في عده الوان اخضر ازرق. ايوه بالضبط، وليها مفاتيح خاصه كل لون مفاتيح، يعني انا ممكن اطفي الاصفر
واسيب الابيض اشغل الابيض او اشغلهم مع بعض كده. طيب احنا دائما في هذه الفقره كل الضيوف اللي بيكونوا لدينا خاصه اليمنيين بيكون في صعوبات واجهتهم في البدايه، سواء في تغيير البيئه او تغيير الثقافات، حتى ان كنا قريبين من الشعب المصري ولكن كل مجتمع وشعب له ثقافه وذوق. خصوصيات يعني. صحيح. ايش الصعوبات اللي واجهتك في البدايه لما بدات هنا؟ انا في البدايه اصلا بديت مع شركه مصريه. اشتغلت معاهم في مهندس موقع في مصانع في السادات في اكتوبر. اخذت سر المهنه. اخذت سر المهنه. عرفت تتعامل مع تفكيرهم. اشتغلت معاهم من 2017 الى 2000 ونهايه 2021 يعني او 2020 نهايتها كده. فاكسبيرينس عالي واستفدت خبره في هذا المجال فانطلقت مع نفسي بعدين، انما من قبل كنت متردد. يعني ازاي تتعامل مع الصناعيه في مصر، ازاي تتعامل مع وكيف تقنع العميل كيف تقنع العميل او صحيح او اختيارك. اشتغلت مع شركه مصريه كده اللي اكتسبت منها خبره وبنفس الوقت بعدها خلاص اتمكنت واشتغلت انا مع عملاء مصريين كمان. مش انا مش محصور في العملاء اليمنيين بس. بشتغل مصانع، بشتغل في الشيخ زايد شقق تبع مصريين. ما شاء الله. مش محصور في ال يا باشمهندس، يعني انت واجهت وغامرت وحققت ووصلت وانجزت. هناك ايضا بعض الشباب اليمن مبدعين ممكن ان يعمل في اليمن، ممكن ان يغادر خارج اليمن الى مصر او اي بلد عربي يشتغل، لكن للاسف الشديد يا باشمهندس نسمع بين الفينه والاخرى نفقد شباب بسبب الهجره الغير الشرعيه الى اوروبا. يعني انت مهندس وفتح الله عليك هنا في مصر، طيب هؤلاء الشباب ليش ما يجرب؟ اوكي اليمن يمر بظروف حرب وظروف استثنائيه، طالما انت لديك مهنه، لديك حرفه، لديك شهاده اكاديمي، طيب جرب اعمل في اي بلد عربي. يعني لسه قبل ايام يعني فقدنا طبيب ومهندس. صح. اللي بيموت غرق واللي بيموت في الغابات واللي مشاكل كبيره. مشاكل بتحصل، هو لما يكون عندك طموح ورغبه تشتغل في اي بلد. يعني حتى في بلدنا هنشتغل. يا سلام. في الجانب الهندسي برضه، في الجانب الطبي، في الجانب العملي، في أي كان. انت مثلا تيجي مثلا زي انا اول ما وصلت مصر سنه او سنتين من غير شغل. لا لم تيأس. ما يأستش انا، اصلا كنت شغال مع شركه الاسمنت بتاع مجموعه شركه هيل سعيد انا في اليمن قبل ما اجي هنا يعني. فحاولت ان انا ما يأستش يعني، حاولت ان هنا وهنا وهنا وقدمت وعملت. بعدين اتوفقت واشتغلت وحسنت من ومشيت على هذا النظام لحد دلوقتي يعني. طيب بصراحة ما مدى ثقة العملاء المصريين؟ طبعا المصريين هم مبدعين محترفين في كل شيء، بس أنت يعني ما مدى تقبل المصريين أصحاب الشقق أنه يكون في مهندس يمني بيعمل إضافات جميلة وتشطيبات يعني جميلة؟ والله بص، هو شغلنا أصلا بيعتمد على المصداقية والأمانة. يعني انا شقه من الشقق انتوا عارضينها، انا كنت في حدائق اكتوبر شغال، فجاه عميل مصري يعني الصناعيه اللي معايا شغاله في المكان بيطلب رقم المهندس اللي شغال هنا، فاللي خلاه يطلب الرقم الشغل الابداع. هو كل يوم بيعدي على السلم، هو طالع بيته فوق بينزل، انا فاتح شقتين يعني على طول تاسيس وكذا، مواعيد معينه اصلا في الكومباوندات من الساعه 8 للساعه 5 الشغل. فهو كل بند بيخش هو ومراته يعني بيركز على التأسيس، بيركز على اللمسات، بيركز على الفينش، بيركز على الجودة. ما هو أصلا شطب فوق وعارف كل يوم، أنت عارف المصري يعني لما يشطب شقة مش بيكون كل شوية بيركز على كل بند يعني لأن حاجته زي ما يقولوا حاجته يعني، فهو مركز. فما خدش الرقم من أول يوم، ركز لغايه ما وصلنا اعتقد 20 يوم في الشغل الشقتين مع بعض. فاتفاجئت ان هو يكلمني ويقول لي معايا شقتين وعايز اعدل، والشقه اللي فوق انا شفت شغلك وكده عاجبني الشغل وعايز اعدل الحمامات واكسر واعمل. فالشغل هو اللي بيظهر مدى الجوده والانجاز والمصداقيه. بالضبط كده، مصداقيه. طب هل هذا العمل ايضا تشطيب الشقق والديكورات بتحتاج كل فتره لانه الشخص يطور من نفسه، يشوف مثلا تصاميم لاشخاص اخرين، يتابع اخر الالوان او التصاميم بيحتاج، او هو الموضوع مجرد فقط مساحه متاحه امامه يبدا يشتغل فيها؟ لا هي في مساحه ممكن، بس تحتاج كل يوم بيحتاج. انا طبعا مثلا بعدي شقق بشوف، انا في عماره تكون كلها تشطيبات. انا مثلا اشطب في الدور الثامن، في الدور السابع في ناس بتشطب غيري في الدور وهكذا. فحاول ان انا كل يوم اخش يعني ادخل لو في حاجه، لو في
ممكن انا ما عملتش حاجه فوق، بركز يعني ده لازم طبعا عشان ايش يكتمل الشكل. مثلا انت تيجي عماره جديد في العماره، انت اول مره تدخل في العماره، فلازم تقارب في التشطيب من الشقق اللي موجوده في العماره عشان يبقى شكلك مختلف، او تختلف بحاجه احسن يعني هي مش موجوده أفضل في العماره نفسها. صحيح، فهذا لازم يعني كل يوم بتشوف حاجه جديده وتطلع وتعمل. طيب نصيحتك للشباب اليمنيين خاصه طبعا مع ظروف الحرب، مع ظروفهم النفسيه وظروف العمل وزياده ايضا الاسعار، نصيحتك لهم كشاب مكافح حتى لو ما بداتش من الصفر لكن كافحت ووصلت لهذه المرحله اليوم، ايش نصيحتك لهم؟ والله الشغل العمل يعني اللي معاه خبرة، عدم اليأس. عدم اليأس، انت معك خبرة، معك مؤهل، هتشتغل، ما تيأسش، هتشتغل في اي جانب حتى لو قدر الله مثلا بيها. اشتغلت في جانب غير مجالك يعني انت مثلا مهندس اشتغلت في التجارة عادي، لغاية ما تشوف الفرصة وتشتغل في مجالك. الموضوع مش اليأس هو اللي بيخليك يعني ترجع للخلف كتير. المهندس عماد الصبري، نحن فخورين بك وانت نموذج مشرف للشاب اليمني المكافح الذي تحدى الظروف واستطاع ان يصنع قصه نجاح هنا داخل مصر الحبيبه. نتمنى لك المزيد من التالق. امين يا رب ان شاء الله، وان شاء الله نشوف اعمال اجمل واروع ان شاء الله. شكرا لك المهندس. شكرا لك. وصلنا يا سمر طبعا الى الختام، الى ختام حلقتنا. مشاهدينا اعزائي المشاهدين، طبعا تسعد قلوبنا عندما نرى الشباب اليمني يثبت مكانته ووجوده اينما وجد، يبدع بتفاصيل كثيره وتخصصه ايضا المميز، يحقق نجاح كبير ويضع أيضا صيته أيضا بفنه وأتقانه وأخلاصه لعمله. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نتمنى كل موضوعاتنا اللي قدمناها لكم تنال على رضاكم وأعجابكم. نلقاكم الحلقة القادمة، دمتم بسلام وسعادة دائما.